maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukunay isugu jira xabsi iyo ganaax lacageed waxa ay ku riday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo dirtay wariyahayaga yasmiin cabdirashiid maxamed maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta ku dhawaaqday kiis dacwadeed loo haystay afar eedaysane kuwaasi oo dacwadooda la fariistay shan fadhi dacwadeed oo maxkamadda ah eedaysanayaasha ayaa kale ahaa agaasimaha maamulkii maaliyadda wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda federaalk ee soomaaliya guleed maxamed ibraahim cali sheekh doon cabdi oo ahaa madaxa hubinta ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda aweys xasan cumar oo ahaa xisaabiye ka tirsan waaxda maamulkii maaliyadda ee wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo khadar aweys xasan dhammaan eedaysanayaashii eheladooda ayaa goobjoog ka ahaa maxkamadda markii lagu dhawaaqayay go-aanka xukunkooda iyagoo lagu kala xukumay sannado kala duwan oo u dhexeeya toban ilaa iyo sannad iyo lix bilood lacago ganaaxa iyo qaarkood oo lagu amray inay qasnada dowladdu ku soo celiyaan hantidii ay la baxeen waxaa go-aanka maxkamadda ku dhawaaqay guddoomiyaha dacwadan kana mid ah garsoorayaasha maxkamadda gobolka banaadir cabdiraxmaan saciid axmed yuuro maanta oo khamiisa oo ay taariikhdu tahay 27-dii bishii 8-aad 2020-ka waxay maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiiska dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 2008-2020-ka eedaysane ka yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaalka soomaaliya guleed maxamed ibraahim ina xaliime maxamed siciid 32 jir ah kuna eedaysnaa 7-4-6-7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 -
محكمته وصل فريستي شن شفر الدعوديد حكم كمحكمة ده محكمته واحد كل هالشيء قضى بعض الله باب قال أفرتنيكو حرك عقاب الصوماليين حتى يحول الدوينه ما دام وكتدي سجار كا لقول شوي العقدا الله باب قال يلا بكون أو دولار إسلام مركزنا وصل واحد دفاعه وكين قابك أي كوب أحد العقدا بقول يشان كن سجال بقول يتدبا دولار سيدو كلنا ولن صدى العقدا صدن يلا بكون أو دولار وأديك أنشرن أو وسارة عافمات كأه كجا قاتي كرين تبابور كيس خاص كأه واحد كلاي محكمة دكوه الشيء قضى بذا صدح بقول لحدن يصدح صدح بقول لحدن يلح واحد نكوح كنتي تمان صنع حرقة يجناح العقد أردن كنتن يسجال مليون بقول تدباتن يصدح كن أوشين الصومالة ونادي عن طلا بكون صدح بقول لحدن يلح دولار سيدو كلاي واحد كوح كنتي نقصند الدولة دكوع ليه العقد تقولون صدي أردن بقول صدني يتدبكون سجال بقول يتدب دولار حكم كم واحد وهرين إياه كريبيست حفيز تدوين سوا فحصن قدرك بقول يكو يقدرك بقول يلا بحرك عقاب سوماليات لما إن عيدا واحد وفر رفعان كل سمن مدد وشرع وشارع كيس كلابات إيه محكمة كل واقع سو ما أنتوا خميسة أو تاريخ وتهاي لبعتني يتدب دي بشي سديدات لبعض كون يلا بعتن كا وكيس كان بركيس يهلا بقول أفرتني يتدبوا لبعض كوني يلا بعتن كا ودي سنة كي يهيا علي الشيخ دون عبدي إنا خرسية ورسام الرابلة أفرتني اللي حشرة أهنا ملكي لها شركة ماموس General Contracting and Surface يو مضح هوبين تكوميت متي كنترول حفيز كحسابية جود الدولة الفدرالية الصومالية كنا إذا يسان قضى بعض لبعض بقول كنتني يكو لبعض بقول أفرتني يكو لا بقول يسديتن يلا بقول سديتن يكو حركة عقاب الصومالي محكمة واحد يكوها شيء على الشيخدون قضى بعض لبعض بقول أفرتني يكو حتى يحول الدويني لبعض بقول كنتني يكو كدنايس حفيز يلا بقول يسديتن وحنكو حكنتي سجال صنو أو حبسه يجناح العقاد أوردن سديتن يسديد مليون تضرب بقول يلا بعدن يشمكن أشين الصومالا ونادي عن تصدح كن شم بقول أفرتني سجال دولار sidoo kale waxay ku xukuntay inuu qasnada dawladda ku celiyo lacag dhan lacagta uu lunsaday oo dhan 18,500 iyo $500
حكم كان واحد وهرين يكريب استحفيز تدوينه سيدا كحصان قضب ك بقول يكو يبقول يلا حير كعقاب سوماليات محكمة واحد كلام نقطي حكم سنها ضمانة دي وكتشوجي ضمان لأن عيادة واحد وفر رفعان كسمان أنت والشرع وكتشدي كيس كصدح هذا محكمة وكل واقع سواء كيس تعودات كعقاب تاع النبر كيس يهيل لباب بقول أفرتن يسديد لباب تكون يلا واتن ك إذا سنة كليهين إذا سنة يالك كليهين كو أويس حسن عمر إن حليم مودي نور لحدني لبتشره كنا إذا سن قد بدل لا بقول كنت نيوكو لا بقول أفرت نيوكو لا بقول يسديتن يلا بقول سديتن يوكو للآخر يتدبات نيوكو حركة عقاب سوماليات يو إذا سنة هلا بعد خذر أويس حسن إن سارة حبيب أحمد أو لحية لبتشره أهانا معمولها شركة الحبيب بيزنس سنتر كنا يديسان قدوك الله بقول سديتن إلا بقول سديتن يكو حرق عقاب الصومالي حكم كمحكبة محكبة وحا يكوها الشيء يديسانها كواد أويس حسن عمر وحا يكوها الشيء قدوك الله بقول كنتن يكو كدنايس حفيس دولدين وحا نكو حكمتي هل سنة يليح بلوضو حفسي يجناح العقاد أوردن لباتن يسجال مليون شن بقول لباتن يشن كن أوشن الصومالي ونرد جنتك كن بقول سديتن يصدح دولار إذا السنة هلا بعد خذر أويس حسن محكمة واحد كوها شيء قضاء بعد هلا بقول يسديتن حركة عقاب سومالية وحنا كوه كنتي صدح سنة حبس يجناح العقاد أوردن سجالي هلا بعدين مليون شم بقول هلا بعدين يشان شن سومالة ونادي جنتا كون بقول سديتن يصدح دولار لما عندنا عيادة واحد وفر رفعان قصة من مدة وشرع وتشدي محكمة ده هكاي نقول شو كتب محكمة ده نحن نتوب بالله توفي ياسمين عبد الرشيد محمد سومالي كيبل تي في محكمة دكوب الكبنادر مقدشو